القصة ديالي بدات وانا صغيرة، اكتشفت راسي بانني ما كنطولش الا بواحد الصعوبة، يعني النمو ثقيل، وحتى في الدات ديالي ما كتكبرش، النمو ديالي توقف على 11 عام. هاد الشيء عرفته تقريبا في 2002 بحال هكا، في هاد السنوات ما بقيتش عاقله بالضبط. صافي انا ملي بحال هكا مشيت درت تريتمون ديال الطبيب وخرجوا لي التحاليل وداك الشيء، ملي هضر معايا الطبيب قال لي خاصك 48 مليون ديال الدواء، بحكم اننا فقراء وما عندناش، والوالد خدام يعني على قد الحال ما يقدرش على هاد. صافي حبسنا، ما بقيتش كنفكر كاع انني نتعالج لان المبلغ كبير بزاف. صافي كملت بحال هكا، بقيت وصلت الباك والو نهائيا. صافي حبس فيها الطول، ما كيكبرش، كيبقى واقف على 11 عام. هادشي في هذاك السن ديال 2002 هكا، في ديك الوقيته حبست العلاج، حبست كلشي، لانه كانوا خرجوا ليا لباري ديال الهرمونات خاصني ندقهم، فنظر لحكم الفقر ما خديتهمش وسديت هاد الباب ديال العلاج. باقا صغيره ما كنكبرش، الجهاز ديالي كله صغير، كلشي كلشي كلشي. صافي قررت نتوقف على كلشي ونتقبل امر الواقع ونكمل قريتي، وصلت حتى الباك. نظر لحكم ثاني كنت كنعاني بشويه ديال بحال الاكتئاب بحال المرض، ما توفقتش ناخذ الباك رغم انني كنت ذكيه، وبشهاده المعلمين وبشهاده التلاميذ اللي كانوا كيقراو معايا كنت كنقرا مزيان وكنت ذكيه، وما توفقتش ناخذ الباك، ولكن قررت ندير الدبلوم. خديت الدبلوم ديال المربيه نهائيا نهائيا، لحقاش صافي ما قدرتش، لان كنت كنقول انا كنقرا مزيان هذه كان عليا ننجح، ما نجحتش صافي غنحبس، وهذا هو الخطا اللي كنت درت. فمن بعد قلت غادي ندير الدبلوم، ناخذ الدبلوم ديال المربيه ونخدم مع الوليدات الصغار، نخدم في المدارس، نخدم مثلا في شي خيريه، في شي جمعيات بحال هكا كيربوا الايتام ولا الاطفال اللي متخلى عنهم. خديت الدبلوم وكندفع كندفع كندفع ولكن بدون فائده. قررت نهبط الحي الصناعي، ولكن ملي كنهبط سيمانه جوج سيمانات كيشوفوا بانني ما كنعطيش البروديكسيون، ما كنخدمش، ولكن هما كيحطوا علي العين اكثر من كيحطوا على واحد عادي، يعني ما كيخلوكش تخدمي حتى بخاطرك، كيركزوا عليك، يعني الا خطاتي انت خاصك ما تخطئيش، البروديكسيون خاصها تخرج، ما كيعطوكش فرصه حتى انك تلونصاي مع الخدمه ولا هادي ولا ما كاينش. لدرجه مؤخرا خدمت غير 15 يوم، عيط لي الباطون قال لي سمحي لي ما غاديش تكملي معنا وهادي، وهذا رغم انني كنت كنخدم وكنت كنخدم وكنخرج البروديكسيون، ولكن قلت الحمد لله على ما اعطى وعلى ما اخذ. ودابا اللي كنتمنى مشيت شي جوج المرات، ولكن نظرا للظروف القاسيه ما قدرتش نكمل، ما قدرتش نصبر، لان راه كلشي عارف المعامله وكلشي عارف هذيك البلاد ما شاء الله. حاولت نصبر، قلت غادي بركت فيها تقريبا شي 3 سنين، قلت غنجمع شويه الصرف ونجي نفتح غير شي حضانه صغيره ولا شي هذا ونشوف شكون اللي شارك معايا، ولكن ما توفقتش ثاني، لان اللي وقع في السعوديه انه ما كتنعسيش ليل ونهار وانت خدامه، الحقره ما كتاكلي ما كتشربي، خاصك ما تهضريش على حقك، خاصك تظلمي وتسكتي، خاصك الحريه ما تخرجيش ما كايناش. نظرا لنا ملي كي هما يسافروا كيسدوا عليا بالساروت، كيمشيو لماليزيا سريلانكا بحال هكا كيسدوا عليا 15 يوم 20 يوم، ملي جيت نهضر قالوا لي لا ما تهضريش، ما نقدرش نخليو لك السوارت وتخرجي وتاخدي براحتك. قل من 4000 درهم، قل من 4000 درهم مغربيه، مشيت عليها حتى للسعوديه وقلت ماشي مشكل، ما لقيتش الخدمه في بلادي، ما لقيتش اللي يعاوني في بلادي، نعري ونشمر على كتافي، ما تعرفي ربي يسر فيها الخير، ولكن ما لقيت ما يعجب، ولكن الحمد لله. وحاليا كنفكر نرجع، الا ما خدمتش كنفكر نرجع، كنفكر نرجع، لان شكون غادي يصرف عليا من غير والديا، والاعمار بيدي، لا معرفتش شكون سبق انا ولا هما، ولا خاصني نعيش، خاصني نتصرف على راسي، ما كاينش علاش غتحطي الراس نهائيا، غير خدمه. ولا وليت كنفكر نقول نخدم هنا غير ب 1000 درهم 1500 درهم ونشكر ربي ونحمدو، تكون عام داومه الحمد لله نقبلها وبخير ونشط بها، ما خصني معها حتى خير، ولكن ما كاينش ما كاينش. المدارس دفعت ليهم كلشي دفعت ليهم والو ما كاينش. والمشكل الاخير ان السماعه ما كنسمعش مزيان، مشكل تقيحت لي ودني وضرت بزاف وتقبت لي بحال هكا الطبله ديال الودن، ضروري كنستعن بالسماعه. دابا السماعه عندي 8 سنين ولكن هي خصها تبدل، عيت ما نقلب ثاني على الجمعيات باش هي غير 5000 درهم، عندي الوراق ديال الثمن الدوفي كما كيقولوا بالطبي طبيا الدوفي،
في مكتوب فيه الثمن راه عندي، وكاين الميزان حتى هو كنت درتو عندي، ولكن ما لقيتش المحسنين بزاف بزاف بزاف. ملي كنعقل شويه، ملي كنت شويه بحال هكا صغيره، ما كنتش كنخرج من الدار بزاف الا المدرسه. كانوا الحفلات في الاعراس ما كنتش كنبغي نمشي ليهم. ماما كانت كتبغي تمشي ديني للحمام الشعبي، ما كانتش كنبغي نمشي. علاش؟ لاني ملي كنمشي كنحس براسي كلشي كيشوف فيا، كنحس بالاهانه بالحكره. كنقول لها صافي انا ما باغا نجمع مع حد، ما باغا نخرج، ما باغا والو، لان جاتني واحد الفتره ديال الاكتئاب. ها والو ما كيعطوكش فرصه لا في المدارس لا في كلشي حتى حاجه. وانا حاليا طالبه غير خدمه، انا ما باغا نطلب حد، ما باغا نمد ايدي لحد لا القريب لا البعيد، باغا نخدم على دراعي ونشمر على دراعي، ولكن ما كانش اللي عطاك فرصه. وكنتمنى من الناس، ما بغيت لا فلوس لا حتى شي حاجه، حتى السماعه نقدر نخليها من بعد، الا خدمت نديرها بفلوسي، محتاجه غير نخدم باش نصير على راسي. وهذا الشيء اللي كنتمنى وهذا الشيء اللي كنطلب. عايشين على قد الحال، التقاعد راك عارفه هنا، يعني التقاعد شحال، لا يسمن ولا يغني. الصراحه كنت تجوج، ولكن الطبيب قال لي لا ما خاصكش تجوجي لانك طفله، ما تجوجيش نهائيا. قربنا نتكاتب، ولكن ملي مشينا عند الطبيب وداك الشيء، ما الخير فيما اختاره الله، الدنيا ما دايماش الا الله سبحانه وتعالى بغاها مرحبا، لان حتى شي حد ما دايما ليه الدنيا، كنا غنموتوا الا حنا الله سبحانه وتعالى ما كتبش لنا الدنيا، ربما مكتبها لنا في الاخره. والحمد لله كنبغي الناس تكون كلها بخير، كنفرح مع اللي كيفرح وكنحزن مع اللي كيحزن، وقلبي ماشي ابيض اكثر من ابيض، واخا كياديوني كنقول ماشي مشكل، ما عارفينش هذا خلق الله سبحانه وتعالى، يخلق الله ما يشاء. الحمد لله خاصني غير نخدم، ولكن هنا الناس ما مقرينكش، الناس ما عاطينكش فرصه. روح طفله، يعني ما كنتقلقش، كنقدر مثلا نقول في راسي انا هذا ما خصش، هذه الحاجه ما خصش تكون، ولكن كنتقلق مثلا ملي كنشوف شي واحد كيشوف فيا، ما كنقدرش نمشي نواجهه علاش انت كتشوف فيا. وكنتفكر واحد المره كنت انا والاخت ديالي كنا خارجين، شافت واحد الناس بحال هكا غاديين كيشوفوا، قلت لهم مالكم؟ انا قلت لها ما تهضريش، هما راه ما احتقرونيش انا، وديك النظره ديال الاحتقار والاستغراب ما داروهاش فيا انا، داروها في لله الواحد الاحد، لان لله في خلقه شؤون ويضع الله في اسراره اينما يشاء. الحمد لله، ولكن ذاتيا راني ماشي عاديه، وملي كنمشي نخدم هما كيشوفوني ماشي عاديه. بغيت نخدم وبغيت اللي يعاوني في السماعه، هاد الشيء اللي بغيت، ما بقيت بغيت من الدنيا حتى حاجه، على خدمت هذا هو ربح عندي في الدنيا نعاون به راسي، ولا كتبها الله. راه حاليا كنت دافعه الوراق غير جات هاد الجائحه، ربما فيها خير. الصراحه كانت عندي وحده من ايام يعني جوره، فهي تجوجات، الله يسر لها، تجوجات بعيد، هي الوحيده. انا من الطبع اللي ما عنديش مع الكونتاكت مع الناس، حتى في الدار راني شاده واحد القنيه تبركه، حتى الاختلاط مع العائله وهذا قليل. مؤخرا راني تغيرت، نفسيتي شويه تفتحت، اما من قبل راه ما كنتيش تشوفيني. من قبل كنت عندي واحد النظره في شكل، ما نخرج ما ندرج ما نمشي هنا ما هذه، واللي يهضر معايا نبدا نبكي، ما يهضر معايا واحد. وفي الدار اللي بغيتها هي اللي خصها تكون، كانني ما فهمتش علاش كنت كندير بحال هكا. حالي كنقول ربما انا كنت غالطه، وكنطلب من الوالدين يسمحوا لي، لاني كنت دايره في حقهم بزاف. بغيت كنقول لهم لا انا هذيك الحاجه بغيتها تجي خصها تجي، كيضطروا انهم يجيبوها واخا ما كايناش الامكانيات، كيضطروا انهم يجيبوها. وحاليا راه حنا يعني صراحه ما طالبه والو، الا انني كنوجه النداء للناس والمحسنين واللي عندهم امكانيات يعاونوني في السماعه، الله يكثر خيرهم، واللي عندهم امكانيات يعاونوني انني نخدم بالدبلوم اللي عندي اللي هو مربيه في شي مؤسسه ولا في شي خيريه ولا في شي، واخا تكون بعيده شويه من كازا ماشي مشكل. والله يجازيكم بخير وسمحوا لي قريت 6 شهور بزاف، وكون كانت الامكانيات كنت بغيت ندير حتى التخصص ديال صحاب التوحد، لان ما كاينش اللي غيحس بهم، ما نقولش ما كاينش اللي غيحس، ممكن انا غنحس بهم اكثر. ما تعرفتش، ما بحثتش، انا في واحد الوسط الاجتماعي ما كنبحثوش، انا حاليا بحثت عليكم بنفسي، دخلت سولت في الفيسبوك عافاكم اللي عنده شي نمره هذه يعطيها لي، فجاتني النمره ديالك. الله يجازيك بخير والله يطول عمرك، وكنعاود نقول لك سمحي لي اليوم، والله كنعاود نقول لك سمحي لي، ربي يحفظك. دوزت بها 3 سنين اخرى، او عندي الدوفي، عندي الميزة، عندي كل شيء. كلمه اخيره، كنشكركم بزاف، وكنتمنى اني ما نكونش ثقيله على المشاهدين، وكنتمنى المحسنين يشوفوا من هذه الحاله، وان شاء الله يا ربي، والله اللي غيجازيكم بالخير. شكرا.